الله يعني هي مو صدفة، هي يعني عنوة. رحمه الله أبو بدر عبد الرزاق أحمد المطوع، هذا كان يعني ما نقال نديم للوالد سيد هاشم بن سعد الرفاعي، سبحان الله كان كله معاه، وكان الوالد لما كان وزير الدولة ورئيس مجلس بلدي كان هو بنزعة تركية، هو تركي العلي، وهو عبد الرزاق المطوع الوالد سيد يوسف الرفاعي، ونسيبنا وزوج اختي ماجد سيد يوسف الرفاعي عيسى ما شاهين، وعديل الوالده من عمنا الدكتور ابراهيم الرفاعي، وتركي العلي التركي. كان الوالد رئيس مجلس اداره معهد الايمان الشرعي بالمنقف اللي درسنا فيه بالسبعين، انا واخوي الفاضل محمد سيد يوسف الرفاعي، يولا مشايخ الهيتو سرانك الحسن هاشم العليمي احمد عبد الاول الارديني ميهوب الشيخ بشير الزعمي، كل مشايخ الأزهر غيره ومغاوري الله يرحمه. فكان هو شخصية إسلامية، وكان ديوانه في منطقة الروضة ما يفضى، وين جمعة الصاح وراء بيت يدتنا شيخ السيد يوسف السيد أحمد رفاعي زوجته يدنا السيد هاشم المحامي الأول السيد أحمد رفاعي، يصير مرتب الوالد والد السيد يوسف رفاعي، بس كانت مثل والدته سكننا بيتها في الخالدية، والدة الوالد السيد يوسف رفاعي نورة السيد أحمد الطبطبائي رحمك الله. يعني انت كانت مسيرتك حلوه نفس الله يرحمه اي والله عبد الرحمن السميت رحمك الله سبحان الله دنيا شو القبر اليم اسمه حبيب، هو كان حبيب خان علي من. انت حبيب يا مناس اكلت ببيتك وبديوانيتك هل تجيب هل الباجله والنخي والحلويات وتوزع الله، وكان يحضرون وايد مجلسه كويتيين وغير كويتيين، كان درس يوم الثلاثاء بعد صلاة العشاء، وكان من ضمن أعضاء مجلس ليون ناصر الصانع، كان دروس حلوة الوالد يلقيها ويون ضيوف مشايخ الأزهر وغيرهم من سوريا والعراق، يعني مجلس روحاني نفس مجلس وائل السيد هاشم بن سعد أحمد الرفاعي الوزير نائب شيخ الطريقة رفع الصوفية في المنصور يوم الخميس، كان درس الثلاثاء الفاتحة على روحهم جميعا. لا من الشيطان الرجيم اسمه رحمك الله يا ابو بدر، انت في القلب، انت واخوك عبد الوهاب ويوسف وعبد الوهاب ورا بيت الوالد منصوري، كنتوا هم يدهم حجي احمد المطوع من اهل فحيحيل نفس شو اسمه العوائل الكويتيه اللي كانوا هناك العجيل والدبوس وغيرهم. الفاتحه في يوم الجمعه. امين 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 امين. الموافق 25 نوفمبر 2022 واحد جماد الأول 1440، والشيخ ما شاء الله ملاوي يابنا عند قبر سبحان الله من زمان أدور قبرك عبد الرحمن السميط ولا لقيناك، بس الشاهد أنت أحسن إن شاء الله، رايحين حق الشيخ عبد الله النوري والله يكتب فاتحة.